فيها الدي ان اس. اشنو هو الدور ديال هاد الدي ان اس في هذا الفيلم كامل؟ الو الدي ان اس هو اللي كان نصطلحوا عليه بالدومين نيم سيستم. اشنو هو الدور ديال هاد الدي ان اس؟ الدي ان اس اخي دابا انت مثلا عطيناك التليفون اخي وقلنا لك اخويا جبد لي النمره ديال جبد لي النمره ديال دور لعبد الحق. واش انت زعما تقدر تذكر عن نمره عبد الحق وعند نمره عبد الرحيم وعندنا صعيب اشكال؟ ما يمكنش لك كل واحد تبقى عاقل على انه كاينين هاد الناس. ما حنا ما تنهضروش على الاستثناءات. ما غاديش كل واحد بقى طابي نمرته وتدور ليه، صعيبه. كذلك صعيب انك تبقى عاقل على لي زادريس اي بي. لي زادريس اي بي كثار، شحال قدك ما تعقل. مثلا انت بغيتي تدخل دابا مثلا لجوجل، نفترض ما كاينش الدي ان اس، بغيتي تدخل لادريس لجوجل غادي غادي خصك تكتب نورمالمون لادريس اي بي. حنا هضرنا على كاين لادريس بيبليك ولادريس بريفي، يعني هذاك جوجل مثلا بوان كوم اللي تندخل ليه خصني انا نورمالمون نكتب ادريس، نكتب سيبان لادريس ديالو. مي على العموم تكتب 8888 ولا تكتب شي حاجه اخرى باش تقدر انك تدخل ليه. صعيب عليك اخويا باش تعقل على هادشي، ما يمكنش انك تبقى عاقل عليه. كاع لي زادريس اي بي تبقى عاقل عليهم صعيبه. فهنا تبتكرت واحد الحاجه كتسمى الدومين نيم سيستم. اشنا هو الدور ديال هاد الدومين نيم سيستم؟ هاد الدومين نيم سيستم هو اللي كيخلي تسهل علينا اننا نعقلوا على لي زادريس اي بي ونجيريو لي زادريس اي بي، بحيث انه في عوض ما نبقى نكتب كل سيت بغيت ندخل ليه نكتب لادريس اي بي العنوان ديالو، حيت قلنا الادريس اي بي هي العنوان. نبقى نكتب هذا غنولي نكتب غير www.google.com. ايفن ان فوا نقول www.com صافي غندخل غنعقل، نقدر نعقل على www.google.com، ما نقدرش نعقل انا على لادريس اي بي ديالو ولا لادريس فيسبوك. داكشي بزاف، فما يمكنش لينا. لهذا دينس تخيلوا معايا بحال الريبيرتوار ديال تليفونك. تليفونك اخي انا ما غادي نوثقوا بين النوامر. المهم تليفونك اخي ما يمكنش ليك اخويا انت تليفونك اخي ملي كتبغي اش كدير؟ ملي كتبغي تدخل شي نمره كتمشي للريبيرتوار كتكتب السميه ديال السيد توتو على سبيل المثال، كتكتب لتحت النمره ديالو وكتسيفيها. نهار كتبغي توصل بالسي توتو كتكتب غير توتو ابل، صافي كدور لتوتو. نفس المفهوم ديال الدي ان اس. اذا الدي ان اس كيسهل علينا باش اننا نبقاو عاقلين على لي زادريس اي بي، وبالتالي غنكتب مثلا كنلقاو دائما في الدي ان اس كنلقاو لادريس اي بي زائد لو نون اللي بغينا نعطيوها. مثلا مثلا نقدروا نقولوا 8.8.8 تقابلها google.com. اذا انا ملي كنبغي ندخل شي سيت ويب، مثلا انا بغيت ندخل شي سيت ويب، كاين واحد النظام كيتسمى الدي ان اس. كاين واحد النظام، هاد النظام هو مره ما كيعرفش www.google.com، هو تيقلب غير على لادريس اي بي. يعني انا ملي كنمشي للمتصفح ديالي وكنكتب www.google.com وتندير اونتري، اش كيمشي المتصفح يسول؟ اش كيمشي يدير؟ كيمشي في الاول تيسول البيسي ديالي اللي كتسمى اللوكال الهوست في الويندوز، كيمشي تيقول ليه قول لي واش www.google.com عندك الاي بي ديالها؟ تيقول ليه لا، تيقول ليه سير عند الدي ان اس، الدي ان اس راه غايقول لك اش كاين. كيمشي يسول الدي ان اس تيقول ليه عافاك عطيني www.google.com شنو هي لادريس اي بي، تيقول ليه راه هي 8888، تيقول ليه الله يرحم الوالدينك، عاد تيجي تيافيشي لك هذاك الشيء اللي في 88. داكشي علاش ما يمكنش باغ اكزومبل تكونيكتاو سوغ انترنيت بلا دي ان اس، ما يمكنش لك انك. داكشي علاش حنا كنجيو وكنكتبوا هنا، مثلا كنجيو وكنكتبوا هنا داكشي علاش كنجيو وكنكتبوا هنا. دائما تيخصنا الدي ان اس، وتا الدي ان اس ملي كنطلبوه كاين جوج الحوايج، اما كاوتوماتيك يعني راسو كيمشي يجيبو ويحطو ليا هنا، اولا انا كنحددو انا اللي كنكتب ليه اش من دي ان اس اللي يستخدم. فهذاك الدور ديال داك الدي ان اس اللي كنخدمو به هو دور ديال ترانسليشن، تيترجم لي دومين، يعني كيترجمو من ديك من دوك الارقام لذاك الكلام اللي تيكون حنا بالنسبه لينا مفهوم. وبالتالي فاحنا الا ما درناش الدي ان اس على سبيل المثال، نفرضوا مثلا في البيسي ديالك ما درتيش دي ان اس، ما كاينش دي ان اس، اولا في تليفونك ما كاينش دي ان اس، ملي غتكتب google.com ما غيخرج ليك والو، حيت المتصفح غيمشي يسول على الدي ان اس، يسول على داكشي اللي كتبتي وما غيلقاش وما غاديش يطلع لك
هذاك لو سيت ويب او لدي انا السر. واخا ان شاء الله الحصه. المهم الدين دينس دينا الاخ اللي سول سيز الدين قال لك شنو هو الدين دينس. دايناميك دينس هو عباره على واحد تنقادو واحد لو نون دو دومين اللي كنقدروا اننا تنبداو نميزاجوريو تيتسمى دين دينس ديناميك. واحد لو دينس لي ديناميك. نعطيك مثال دابا باغ اكزومبل انت دير واحد السيرفور دير واحد السيرفور اولا دير واحد الجهاز اللي بغيتي انت تكونيكطا ليه. مثلا بغيتي تكونيكطا ليه منين ما كنتي الو هنا بيسكو لادريس اي بي كتبدل كل ساعه كتبدل الى غتي تحتاج ما يسمى دايناميك دي ان اس اولا واحد الروتور بغيتي انت تبقى تجيريه كل ساعه خصك غادي واش كل ساعه كل فين ما طفيتي فيما طفيتي الروتور وشعلتيه بغا يعطيك واحد لادريس اخرى بغا يعطيك واحد لادريس بوبليك اخرى. الوغ تنكونفيغوريو ما يسمى بالدايناميك دي ان اس. ملي تتكونفيغوري مثلا في الروتور كيولي فيما طفى وشعل كتميزاجوري هذاك لو نون دو دومين اللي عندك. مثلا امين بوان نو اي بي بوان كوم مثلا. اذا امين هو اللي خاص بهذاك الهوست ديالك وديك نو اي بي بوان كوم هو لادريس سيرفور ديال 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 الشركه. وملي كندخلو انا في داك الروتور هذاك تيتسمى ديناميك دي ناس. يعني فين ما طفيت الروتور وشعلته غادي تبدل الاي بي ما غاديش يكون ستاتيك ماشي بحال جوجل عطاتو 888 سالينا. يعني تيكون سيرفور كليون لو كليون كيكون هو اللي عندك اما في البي سي ولا تيكون في الروتور. يعني ملي كطفي الروتور وكتشعليه وكيعطيك اي بي جديد كيشدو هذاك لو كليون كيصيفطو لي تصيفطوا للسيرفر تقول لها الاي بي جديد ديالهم. اذا انت تولي انت ديما هذاك الشيء اللي سميتو دايناميك لانه هذاك داك الاي داك الدي ان اس كل ساعه كيتبدل.